هنبدأ دلوقتي حل مسألة الأكسيال كومبريسور اللي كانت الدكتور حاططها في المحاضرة. هي دي مسألة شبه مسألة رقم 6 بالظبط اللي في الشيت، بس هنحلها مع بعض لأن هو ممكن تيجي في الفاينل. يعني المسألة بيقول فيها إيه؟ إن أنا عندي عن أكسيال فلو كومبريسور ستيج، بيتكلم على ستيج واحدة هاز بليد روت ومين وتيب فيلوستيز اوف 150 و200 و250 متر بير سكند. يعني معنى كده ان هو بيتكلم على ايه؟ احنا عندنا البليد بالمنظر ده كده، ده الشافت، البليد اهي عليه اهي، هنا ده الروت، وهنا المين، وهنا التيب. طبعا عند كل بليد ليها انلت واكزت، الانلت رقم واحد يبقى دي 1R ودي 2R، يبقى ده الدخول عند الروت والخروج عند الروت، 1M و2M، 1T و2 تي. تمام. هو دلوقتي مدينا اليو عند الروت ب 150، واليو عند المين ب 200، واليو عند التيب 250. دلوقتي طبعا بما ان ده اكسل كومبريسور، فعند الروت سواء عند الانلت او الاوتلت فما فيش اختلاف في سرعه البليد. فهنا عند الواحد او اتنين عند الروت السرعة 150، وعند المين 200، وعند التيب 250. قايل ان الاستاجنيشن تمبريتشر رايز الدلتا تي نود استاجنيشن بتاعت الستيج 20 كيلو، والاكسيال فيلوستي 150 متر بير سكند، وهو قايل ان هي كونستنت من الروت للتيب، وقايل ان الورك داون فاكتور اللي هو اللامدا 0.93. طيب قايل لي ايه تاني؟ assuming 50% reaction at mean radius، يعني معنى كده ال degree of reaction عند المين radius ب 0.5، ودي اللي هي ال special case اللي هي بنسميها ال symmetrical bleeding. ال required ايه؟ ال required عايز ال stage air angles عند الروت والمين والتيب، يعني عايز الالفا والبيتا عند الروت وعند المين وعند التيب، وعايز ايه تاني؟ الديجري اوف رياكشن عند الروت وعند التب. بس قال فور ايه؟ فور ا فري فورتكس ديزاين. المقصود بفري فورتكس ديزاين ديزاين ان السي اوميجا في الار بتساوي كونستنت. يعني ايه السي اوميجا في الار بتساوي كونستنت ديت؟ يعني ان السي اوميجا عند الروت في الار بتاعت الروت بتساوي السي اوميجا عند المين في الار بتاعت المين بتساوي السي اوميجا عند التب في الار بتاعت التب. تمام. ده كده ده المقصود بالفري فورتكس ديزاين. طب الحل ايه؟ الحل بسيط ما فيهوش اي مشكله. انا عايز اعرف بس ايه الجيفنز اللي عندي. الجيفنز اللي عندي انا عارف الحاجه الوحيده اللي تعتبر كامله المين. انا عند المين عارف اليو، وعارف الدلتا تي نوت، وعارف السي اكسل، وعارف اللامدا، وعارف الديجري اوف رياكشن كمان. تمام. فاحنا ممكن من الرول بتاع الديجري اوف رياكشن، ان الديجري اوف رياكشن عند المين بيساوي سي اكسيال على 2 يو ام في تان بيتا 1 عند المين بلس تان بيتا 2 عند المين. طبعا ده بنص، وسي اكسيال جيفن واليو مين معايا ب 200، اقدر اجيب ان التان بيتا 1 عند المين بلس تان بيتا 2 عند المين بتساوي 4 على 3. وادي دي كده اول معادله. طب عايزين معادله ثانيه في بيتا 1 وبيتا 2. اقرب معادله اللي هي بتاعت الدلتا تي نود بتاعت الاستاجنيشن. دي المعادله دي بتيجي منين؟ بتيجي من ان انا عارف ان معادله الباور عندي بتساوي ال يعني بيبقى ليها تو ايكويشنز، واحده عن طريق الفيلوستيز والانجلز، والثانيه عن طريق الانسالبي. تمام. فبيطلع منها ان الدلتا تي نود اس ديت اللي هي اللامدا في اليو، طبعا انا عندي بتكلم عن مين، في السي اكسيال على سي بي في تان بيتا 1 مين ناقص تان بيتا 2 مين. طبعا دي معايا 20، والسي بي هنعوضها ب 1005، واللامدا 0.93، واليو مين ب 200، ودي 150. يطلع عندي ان التان بيتا 1 مين ماينس تان بيتا 2 مين بتساوي 0.72. من المعادلتين دول
يتحلوا مع بعض، اطلع منهم البيتا واحد مين ب 45.7 ديجريز، والبيتا 2 مين ب 17 ديجريز. وبما ان احنا بنتكلم ان اساسا الديجري اوف رياكشن عند المين بنص، يعني سيمتريكال بليدنج، ده معناه ان البيتا واحد بتساوي الالفا 2 عند المين، ودي الالفا 1 عند المين. يبقى احنا كده طلعنا الكلام ده عن 50% رياكشن، تمام، وده عند المين radius بس. يبقى احنا كده جبنا اول مطلوب عند المين هنا. طب عايزين نكمل نجيب بقية المطالب، نجيب الالفا والبيتا للباقيين، هنعمل ايه؟ انا دلوقتي اللي معايا جيفن عند عند مثلا نبتدي عند الروت، اللي عندي جيفن عند الروت اليو روت ب 150، والدلتا تي نود اس ب 20، تمام، والسي اكسيال ب 150، تمام، وطبعا اللامدا ب 0.93. طب انا دلوقتي عشان ابتدي احل لازم كده في حاجه ناقصاني، تمام، انا ما اعرفش لا الديجري اوف رياكشن لان هو طالبها مني اساسا، وما اعرفش حاجه الانجلز. طب هعمل ايه؟ طب ما انا في الرول اللي احنا لسه قايلينه ده من شويه بتاع الفري فورتكس ديزاين، ان السي اوميجا ار في الار عند الروت بتساوي سي اوميجا في المين في الار عند المين، تمام. طب هل احنا معانا السي اوميجا عند اي واحده فيهم؟ لا. طب هل معانا الار عند اي واحده فيهم؟ لا. امال هنعمل ايه؟ هو الرول مثلا عند الروت بنتكلم دلوقتي السي اوميجا عند الروت في ار روت بتساوي سي اوميجا مين في الار مين. انا ليه متكلم عن المين دلوقتي؟ لان احنا كان المين معانا الانفورميشن بتاعته، بس انا معيش لا السي اوميجا ولا الار، بس انا عارف ان تان الالفا بتساوي السي اوميجا على السي اكسل، وعارف برضو ان الار دي ليها ريليشن مع اليو. ازاي؟ احنا مش عارفين ان اليو بتساوي الاوميجا ار، تمام، يعني الار بتساوي يو على الاوميجا، يعني اكن ان السي اوميجا في ار دي نقدر نبدلها بانها سي اكسيال تان الفا مضروبه في يو على اوميجا، تمام. طب هل دلوقتي السي اكسيال اتغيرت من الروت لمين للتب؟ لا، يبقى سي اكسيال ده كونستانت، يبقى لما هنيجي نساوي سي اوميجا ار بسي اوميجا ار السي اكسيال هتروح مع بعضها. طب هل الاوميجا اتغيرت؟ لا، الروتيشن سبيد ثابته، يبقى اكيد ان السي اوميجا في ار اتبدلت تان الفا في يو. يعني ممكن الرول، يعني معنى كده احنا في الاخر نقول ان التان الفا في اليو دي كونستنت، يبقى معنى كده ان انا اقول ان تان الفا عند الروت في يو روت بتساوي تان الفا عند المين في يو المين. انا اليو مين معايا؟ وانا معايا الفا 1 والفا 2 عند المين، ومعايا اليو روت، يبقى اقدر اجيب الفا 1 والفا 2 عند الروت. فهنروح جايين مثلا نقول الفا 1 روت وهنا الفا 1 مين، ودولت اللي دي معايا ودي معايا، اروح انا مطلع من هنا الفا 1 عند الروت مطلعه، تمام. طب بعد ما طلعت الفا 1 عند الروت، طب مش احنا من نفس الرول بتاع الدلتا تي نود ستاجنيشن ده، مش ده بيساوي اللامدا في اليو ديب، احنا قصدي في اليو روت، احنا بنتكلم على الروت دلوقتي، لامدا في اليو روت في السي اكسيال على السي بي في تان الفا 2 روت ماينس تان الفا 1 روت، اللي هم دولت اللي زي ما كتبناهم المره اللي فاتت، تان بيتا 1 روت ناقص تان بيتا 1 بيتا 2 روت، تمام. فدلوقتي انا معايا الدلتا تي نود اس والسي بي واللامدا واليو عند الروت
والسي اكسل. بس خدوا بالكم اهم حاجه ان اليو عند الروت احنا استخدمنا القانون ده قبل كده، بس عوضنا باليو بتاعت المين، يو روت مختلفه المره دي. فهنعوض باليو بتاعت الروت، واحنا معانا الالفا 1 روت، نقوم مطلعين من هنا الالفا 2 روت. تمام. طب انا كده بقى معايا الالفا 1 والالفا 2، طب اجيب البيتا منين؟ احنا عارفين ان تان الفا 1 عند الروت بلس تان بيتا 1 عند الروت بتساوي يو روت على سي اكسل. تمام. اللي هي تان الفا 2 روت بلس تان الفا تان بيتا 2 روت. طبعا اليو روت معايا والسي اكسل معايا والفا 1 روت والفا 2 روت. نقوم من هنا مطلعين البيتا 1 روت والبيتا 2 روت. طب بعد ما طلعناهم ايه المطلوب اللي ناقص؟ احنا كده جبنا الالفا والبيتا عند الروت، ناقص الديجري اوف ريأكشن اللي عند الروت. طب الديجري اوف ريأكشن الروت بتاعها بيساوي ايه؟ الديجري اوف ريأكشن السي اكسل على 2 يو روت في تان بيتا 1 روت بلس تان بيتا 2 روت. دي معايا ودي معايا ودي معايا دي معايا، او مطلع الديجري اوف ريأكشن تطلع الفاليو بتاعتها معانا. تمام. طبعا يبقى احنا كده طلعنا الديجري اوف ريأكشن عند الروت. ناقص عند التيب، عند التيب هتتعاد نفس الخطوات دي تاني، بس عند التيب اللي هيختلف عند التيب ان اليو تبقى 250 متر بير سكند، وهنكمل بقيه الخطوات زي ما هي بالظبط. تمام. لازم ناخد بالنا في المساله ديت ان القوانين كلها متشابهه. تمام. اللي بيختلف من قانون للتاني قيمه اليو اللي بنستخدمها. يعني احنا بتاخد بالكم القوانين عماله بتتكرر، كلها فيها البيتا او الفا وكلها فيها اليو، بس من عند الروت للمين للتيب بتختلف الفاليو، فلازم ناخد بالنا احنا بنعوض بايه بالظبط.